تعال اقول لك على التشكيل المتوقع للزمالك في ماتش الوداد اللي جاي. مبدئيا الماتش هيكون يوم السبت اللي جاي الساعه 9 في ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب. تعال بقى نشوف قائمه الزمالك في الماتش ده. في حراسه المرمى محمد عواد، محمد ابو جبل، السيد عطيه. في خط الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد طارق، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، احمد فتوح، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، حازم امام. وفي خط النص امام عاشور، سيد نيمار، ماجد هاني، يوسف اوباما، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، محمد اوناب، شيكابالا، اشرف بن شرقي، رزاق سيسي، سيف جعفر. في خط الهجوم عمر السعيد وسيف الدين الجزيري وحسام اشرف. والتشكيل بقى المتوقع من خلال القائمه اللي شفناها دي، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش قلبين دفاع، وعلى اليمين حازم امام، وعلى الشمال احمد فتوح، وفي نص الملعب امام عاشور واسلام جابر، وقدامهم يوسف اوباما، وجناح شمال اشرف بن شرقي، وجناح يمين احمد السيد زيزو، وسيف الدين الجزيري في مركز راس الحرب. طبعا الماتش هيكون صعب على الزمالك، وطبعا يا جماعه الماتش ده برده هيكون صعب على الوداد المغربي، لان الوداد مطالب ان هو برده يفوز على الزمالك، ومطالب ان هو ما يخسرش من الزمالك الماتش اللي جاي، ومطالب ان هو يعمل نتيجه ايجابيه معاك في القاهره. الماتش طبعا هيكون صعب على الفريقين. محتاجين من لعيبه الزمالك في الماتش ده ان هم يكون هدفهم الرئيسي في الماتش ده هو الفوز، لان يا جماعه بنسبه كبيره لو الزمالك فاز في ماتش الوداد اللي جاي هيتأهل من دور المجموعات. اما بقى لو قدر الله لو خسر في الماتش اللي جاي، فبنسبه كبيره هنبتعد بشكل كبير عن التأهل من دور المجموعات. قول لي بقى التشكيله المناسبه من وجهه نظرك لماتش الوداد يوم السبت اللي جاي، وقول لي توقعاتك للماتش ده.